السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي إخوتي، إن شاء الله نكمل وياكم. واليوم محاضرتنا في المعادلات التفاضلية الاعتيادية اللا خطية، خوش هتشي، وراح ناخذ اليوم طريقة solution by substitutions. طبعا ها طريقة واسعة جدا ولها تطبيقات كلش هواي، ويعني أنت كمرحلة ثانية يعني تاخذ introductions، يعني كمقدمة للمعادلات التفاضلية الاعتيادية، لأنه اختصاص جدا واسع، راح ناخذ كم حالة تعويضات. بس قبل شيء، يعني قبل أي شيء العفو، خل نشوف هي شنو الـ substitutions. نقول له substitutions شنو هو؟ is transforming an ordinary differential equations which is not easily solvable to one that falls in one of the solvable kinds. يعني إذا نريد نكتبه بالعربي نقول المعادلة التفاضلية أو طريقة substitutions، طريقة التعويضات، هي طريقة تحويل المعادلة التفاضلية الغير قابلة للحل بسهولة، لأن ندخلها بالحاسبة تنحل، بس غير قابلة للحل بسهولة، إلى معادلة تفاضلية أخرى قابلة للحل بسهولة. خلنا نأخذ هنا صيغة عامة ونقول هنا general idea. General idea، فكرة عامة عن التعويضات. لنفرض أنا عندي dy على dx معادلة تفاضلية اعتيادية، dy على dx نكتبها f of xy بهالشكل، وعندي تسميه transformation أو تحويل. التحويل شي يسوي؟ تحويل يقول أنا الواي، هذا الواي، يعني إحنا شو نتأمل؟ إحنا هنا شو نتأمل من هاي الوضعية؟ نتأمل أن الحل إيش راح يكون؟ نتأمل الحل راح يكون عبارة عن y شي يساوي لي phi of x. هذا أملنا من نشوف معادلة تفاضلية بهالشكل. بكل المعادلات التفاضلية اللي أخذناها بالكورسات، يعني بالكورس المعادلات الخطية، وكورس يعني سلسلة المعادلات الخطية، سلسلة المعادلات الخطية، نتأمل الحل يطلع لنا y يساوي كذا، أو نتأمل الحل يطلع لنا بالصيغة الامبليسيت اللي هو خلينا نكبر القوس يطلع لنا f of x y شي يساوي لي، يساوي لي c أو يساوي صفر، ما قلنا يعني ما نختلف بهالوضعية، واحد من ذني الحلين. زين، هاي المعادلة لنفرضها معادلة صعبة ما تنحل، راح نحولها. بس من نحولها لازم ايش عندي؟ لازم عندي ترانسفورميشن. شنو ترانسفورميشن؟ لازم عندي الواي اقدر اكتبها بدلالة دالة لاكس ومتغير اخر. خوش، هاي مهمة، هذا نسميه شنو هو الترانسفورميشن. زين، شلون راح نحول هاي المعادلة؟ طبعا راح نحول هاي المعادلة من المتغير، من معادلة بالمتغير واي والمتغير اكس، إلى معادلة بالمتغير U والمتغير X. نال فكرة تحويل المعادلة من عالم الـ X والـ Y إلى عالم الـ X والـ U. ليش؟ راح نحولها من معادلة صعبة في عالم الـ X والـ Y إلى معادلة أسهل في عالم الـ X والـ U. نحلها هناك ونرجع الحل، نحوله بالتحويل المعاكس، الرجعة المكان. هاي طريقة التعويضات بصورة عامة لكل الحالات. فخلي نشوف شلون راح نحول. راح نحول بهالشكل، نقول له نجيب هذا، نشتق، نطلع دي واي على دي اكس مال هذا الترانسفورميشن. فراح نقول له دي واي على اليمين على دي اكس. طبعا تعرفون احنا من نشتق بالنسبه للاكس، انا لازم اشتق جي بالنسبه للاكس، فراح اشتق جي، يعني راح اقول له بارشيال جي على بارشيال الاكس. وتعرفون هنا لازم شنو نخلي دي اكس على دي اكس اللي هو واحد اصلا ما نكتبه، فراح امسحه. دفتر ملاحظاتك اذا تريد كتبه يكون افضل حتى تتذكر، انا امسحه. وهنا راح اقول له يابا ترى بارشيال جي
على partial ال u مو هيجي، وش راح اخلي يمها؟ اخلي du على اليمين على dx، لان انا اصلا المفروض افرض انه ترى ال u هي داله بدلاله من؟ هي داله بدلاله الاكس. يعني هذا ال u ما حولته بدلاله متغيرين، لان هذا لا يجوز، ما حولته بدلاله متغيرين، لا، هو ال u اصلا متغير واحد ومتغير معتمد يعتمد عليه من على الواي الأصلية، هو متغير يعتمد على الأكس فقط. فأنت شلون نجيب لتحويل خطي؟ انتبه، مو بس تحفظ، لا انتبه. الواي متغير معتمد يعتمد على المتغير أكس، من جبت لي ترانسفورميشن أو تحويل خطي، خب مو تجيب لي الواي تسوي لي متغير معتمد يعتمد على متغيرين. عالم الآر تربيع يختلف عن عالم الار، لا تجيب لي متغير الدومين مالته ار تربيع يعني وتقول لي هذا هو التحويل الخطي مال متغير بالار، لا. فش جبنا؟ جبنا الواي يعتمد على المتغير اكس والمتغير يو، والمتغير يو اصلا يعتمد على الاكس، فبالنتيجه الواي تعتمد على اليمين، تعتمد على الأكس، ولكن تعتمد على متغير أكس بالمسقط الأول نسميه ستيبل أو نسميه لينير أو نسميه ثابت يتحرك بثبات، وهذا المتغير دايناميك يعتمد على هذا متحرك. خوش حكي. فهسه ايش طلعنا احنا؟ إذا تلاحظون طلعنا دي واي على دي أكس، راح نعوض هاي الدي واي على دي أكس بالدي واي على دي أكس مالتنا الأصلية. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هالشكل، راح اكتبها بالاحمر، راح يصير عندي، راح اكتبها لكم هيك جي للاكس، مكان ما بارشيال جي على بارشيال اكس اكتبها جي للاكس، زائدا راح اقول جي وراح اكتبها لكم هنا هيك لليو للسهوله، وراح نكتب هنا دي يو على اليمين على دي اكس، هاي مكان من عوضناها مكان دي واي على دي اكس بالمعادله الاصليه شو يساوي لي؟ يساوي لي اف اوف اكس واي، تعرفون هاي القضيه كلش سهله، ننقل هاي لهاي الجهه ونقسم، فراح يصير عندي الدي يو على دي اكس شو يساوي؟ يساوي هاي باقيه بوضعيتها اف اوف اكس واي ناقصا جي اوف الاكس، نقسم على اليمين، نقسم على جي يو، واذا نريد نكتبها بالصيغه العامه مالتها نقول له يابا ترى الدي يو على دي اكس النتيجة مالته كانت دالة تعتمد على اليمين، تعتمد على المتغير اكس، والمتغير من هو؟ المتغير يو. وهذا اللي حولناها من عالم الاكس والواي الى عالم شنو؟ الى عالم اليو والاكس. هسه النتيجة اذا تنتبهون صارت عندي، اذا اريد شوية نوضحها، النتيجة صارت عندي تحويل هاي المعادلة لمن؟ الى هاي المعادلة بواسطة تحويل معين، بواسطة تحويل معين. زين، هسه ايش عندنا هنا؟ عندنا حالتين من التحويل، ثلاث حالات من التحويلات اللي راح نستخدمها من السبستيتيوشنز، يعني نستخدمها بهذا الكورس، اقصد ما راح ندخل بهذا الكورس معادلات معقدة ريكاتي ما ريكاتي وتحويلاتها وكذا، درجة من الرتبة الثانية كلها، راح نشتغل رتبة أولى هنا. خوش، راح ناخذ أولا الحالة الأولى أو نقول له تايب 1. خوش حكي، حتى تصير واضحة. The homogeneous equations. أول حالة the homogeneous equations. قبل لا ندخل بال homogeneous equations خلنا ناخذ بعض التعاريف أو بعض المفاهيم الأساسية نوضحها بهالشكل. Definition. The homogeneous function is the function that has the property اللي تمتلك الخاصية
or the following. احنا نقول the following. The following property. يقول له the homogeneous function. الفانكشن الهوموجينيوس هي اللي تمتلك الخاصية الآتية. الخاصية الآتية شنو؟ يقول إذا أنت جبت لي تي ضربته بالإكس وجبت لي تي وضربته بالواي، خوش حكي الناتج راح يطلع لي تي أس ألفا وترجع الدالة أف أو في الإكس واي الأصلية. خوش حكي؟ فنقول له نقدر هم نكتب له هنا. نعم المهم، فهسه عندي الداله اف او في الاكس والواي بمتغيرين او بثلاث متغيرات، هسه احنا نشتغل على متغيرين فقط. الداله بمتغيرين هاي شو نقول عليها؟ نقول عليها هوموجينيوس، راح اختصرها هومو اوف ديجري الفا، والالفا لمن ينتمي؟ ينتمي للآر. هذا عدد حقيقي، من أقول لك ينتمي للآر، ممكن يكون جذر، ممكن يكون كسر، ممكن، ما عندي أي مشكلة. خوش حكي. فهنا هاي الخاصية إيش راح تكون؟ راح تكون بيها الدالة نسميها هوموجينيوس. بعدني ما داخل بالمعادلة التفاضلية الهوموجينيوس المتجانسة، لا جاي نسولف على اليمن، جاي نسولف على الدالة الهوموجينيوس. خلنا ناخذ مثال على الدالة الهوموجينيوس. خلنا ناخذ example، ناخذ مثلا g of x y يساوي لي x تكعيب زائد y تكعيب. خلينا نشوفها هاي هوموجينيوس وش قد الديجري مالتها، فحتى نحلها نشيكها راح نقول له يابا g tx او ty، وراح نقول له t للx تكعيب، التي للy الكل تكعيب، والتكعيب يتوزع تطلع t تكعيب x تكعيب، والتكعيب هم يتوزع تطلع عندي واي تكعيب، والنتيجة ايش راح نحصل؟ راح نحصل التي تكعيب طلعت برا، وبقت عندي اكس تكعيب زائد واي تكعيب، وراح تطلع النتيجة عندي شنو؟ انه التي تكعيب، ورجعت عندي الدالة الاصلية جي اوف الاكس واي. اذا النتيجة صارت انه جي تي اكس تي واي، النتيجة اللي حصلتها من عدها مضروبة بالجي للأكس والواي. هاي ايش راح نقول عليها؟ هوموجينيوس. الهومو مو تاخذونها علي، هومو ما اقصد الهومو، هوموجينيوس بس اختصرها طويلة. عمي خل نكتبها شي خلصنا. اوف ديجري ثلاث، هاي هوموجينيوس اوف ديجري 3 يعني متجانسة من الدرجة الثالثة. بعد مثلا ناخذ لنا مثال ونشوفه شلون يصير. اكزامبل ثاني، ناخذ مثلا اف اوف اكس واي كدالة، وناخذها اكس تكعيب زائد واي تكعيب زائد 2. راح تلاحظ هاي من المستحيل ان تطلع شنو، انت اذا تجربها هسه وتعوض هنا مباشرة، اذا نجي نحل فراح يصير عندي تي اكس تي واي، راح يصير عندي نعوض هنا ونعوض هنا، راح تطلع عندك تي اكس تكعيب تي تكعيب اكس تكعيب، وراح تطلع عندك تي تكعيب واي تكعيب زائد 2. نطلع عامل مشترك منا ومنا، ماكو عامل مشترك يطلع منك، فبالتالي هاي نقول له لا تساوينا بالحقيقه تي تكعيب اف اوف اكس واي، فراح شو نقول له؟ نوت هوموجينيوس، not homogeneous. اذا هاي اصلا مو متجانسه. زين، هسه لحد هنا احنا خلصنا من فكره الداله ومتى تسمى الداله متجانسه ومتجانسه من الدرجه الفلانيه. راح امسح عفوا.